ثانية، إيقاعها سريع، أنت شايف الشباب دلوقتي بيحبوا إيه أكتر؟ والله هو في يعني كل واحد ليه دماغه، وفي ناس بتحب الحاجات الدراما قوي، في حاجات بتحب الحاجات السريعة، على حسب. بس حضرتك بتألف وبتلحن كمان، والألبوم كان فيه أغاني تأليفك وتلحين. الالبوم فيه 3 حاجات تأليفي: عمره راح عليكي، وماشي وراكي، وايه التالتة ندمت عليها. انا مش نايم عشان كده مش لا ولا يم. برنامج لا بدري ما فيش مشكله. بس هو التاليف والتلحين والغنى يعني المواهب كتيره قوي ما شاء الله، يعني شوية. كويسه جدا. ممكن تلحن وتالف لمغنيين تانيين؟ انا عملت المطربه اسمها مروه جمال اغنيه اسمها سؤال، دي كلامي ولحني، وفي سالي اللي هي كانت في ستار اكاديمي السيزون بتاع محمد اماح، تمام. سهل. عامل لها برضو اغنيه كده غريبه شويه، فكره اسمها الهدوم، بس هي لسه ما نزلتش دي. لا الاغنيه دي لسه بتتصور دلوقتي وهتنزل، الاغنيه حلوه قوي للبنات بالذات. فانت طبعا ما ينفعش تقولها ما دام لسه ما نزلتش، يعني لا لا انا مش يعني مش هنقولها، بس هنقول عملها فكرتها يعني تلحين وتاليف يعني كلام ولحن. هي بتتكلم بس عن فكره البنت وصاحبها وقافش عليها ولابسه ايه وما تنزليش، انت بتستخدم مصطلحات جديده. يعني هي الحاجات اللي بتحصل يعني هتبقى حلوه مع البنات، هي بنت وبتعمل حاجه جديده. وحضرتك شايف ان الحاجات دي ممكن تنتشر اكتر من الاغاني الكلاسيك؟ الحاجات دي هي اللي منتشره دلوقتي، يعني الحاجات دلوقتي يعني الالفاظ حضرتك الجديده مع اللي موجود، يعني مش بتفرض. هقول لك حاجه، اصل هي الالفاظ بتاعتنا اللي بنقولها فبتوصل اسرع. يعني الالفاظ بتاعتنا اللي احنا بنقولها عادي في بيتنا وفي مع اصحابنا في اي مكان، هي دي اللي هتوصل اسرع من الكلام الشعر. ليه والله؟ بس برضو في يعني في كمان شباب كتير بيحبوا يسمعوا الاغاني. لا لا ما هو في وفي، ما هو ما ينفعش البوم يبقى مش كله القديمة مثلا قوي يعني. هو في برضو يعني مثلا اغاني من زمان لعمرو دياب، خلينا في عمرو دياب، في اغاني مثلا من زمان لمحمد منير بيحبوا يسمعوها الصغيرين جدا يعني. طبعا طبعا الاغاني دي محبوبه وهتفضل موجوده طبعا، بس انا بتكلم على دلوقتي بقى في الفاظ بتوصل اسرع. يعني الاغنيه اللي كسرت الدنيا السنه دي اغنيه 6 الصبح بتاعت حسين الجسمي. الاغنيه كلها الفاظ بتاعتنا، مفردات عاميه قصدك. بالظبط. عاديه يعني حاجات عاديه بس مش حاجات جديده. لا مش حاجات جديده، لا ما اصل كلام جديد نزل. مش عارف مش عارف زي ايه بس كلام جديد نزل فعلا. لا مش عارف، بس لا انا بتكلم على في اغنيه اسمها بحبك اخر حاجه، بس اخر حاجه مش جديده برضو. ما هي اخر، ما هي دي بقى الالفاظ بس جديده على الغنى حتى، يعني حتى على الاغاني جديده على الغنى بس مش جديده علينا وعلى ودننا وعلى الشباب. ما هو ده كلام الشباب اللي انا قصدي عليه. انت حابب ان انت تستخدم المفردات او المصطلحات اللي الشباب بيستخدمها، يعني انت شايف يعني توصل لهم اسرع. طيب محمد، الف مبروك على الالبوم، ان شاء الله بالتوفيق، وان شاء الله كمان تعمل فيديو كليبس جديده خلال الفتره اللي جايه. الله يبارك فيك. شكرا يا محمد. شكرا ليك وصباح الخير عليك مره ثانيه. هو مشاهدينا الكرام، لسه متواصلين مع حضراتكم في قناتنا في صباح الخير يا مصر. لو سمحتوا خليكم معنا.